الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا البلاك بادي راديشن، الجسم الأسود. البلاك بادي راديشن، الجسم الأسود. طبعا رح تكلمنا سابقا أن الضوء إذا سقط على جسم بيصير له عملية انعكاس ريفليكشن، ممكن يصير له عملية ترانسميت إذا انتقل من ميديم إلى آخر، إذا كان هذا الميديم 1 وهذا الميديم 2 وهذا الميديم 1، فبيصير له عملية ترانسميشن أو ريفراكشن انعكاس. كمان أخذنا الشغلة الثانية إنه بعض الأوساط قد يحدث عليها بولاريزيشن. اليوم هنتكلم موضوع مختلف تماما، موضوع له علاقة بالمودرن فيزيكس، وهو بيتكلم عن البلاك بادي راديشن. طبعا البلاك بادي راديشن اللي فسره العالم ماكسويل وقال انه اي جسم بتسقط عليه الكتريك ماجنتيك ويفز، او بنعبر عنها بالانرجي، بتسقط عليه اشعه. هذه الاشعه يا اما بيحدث لها ترانسفير انتقال او ابزوربشن امتصاص. تمام، اذا بعض الأجسام اللي إحنا بنشوفها كالرد ملونة، هذه الأجسام بتعمل عملية ترانسفيرز إنيرجي أو كالرد أوبجكت، بتكون عكس ألوان، عكس طول موجة معين سقط عليها ضوء وعكسته، فعشان هيك أنا شفتها ملونة. وفي بعض الأجسام بتاخد إنيرجي او بتاخد اطوال موجيه قد يحدث لها، يعني لو جربت انا منها بصير عندي وارم. ايش اللي صار بالضبط؟ انه بصير شعرت بدفء، انه بيكون الانرجي تاعتها عاليه جدا، او الطول الموجي تبعها اعطاها طاقه عاليه جدا، فهي مع السراوندينج اتبادلت الاطوال الموجيه، فشفنا الالوان ظاهره في الهواء او في الاخر. تمام، اذا اي طول موجي انا بشوفه هو بيكون نتيجة انعكاسه من هذا الجسم. اليوم طيب لو انا عندي جسم اعطيته حرارة على سبيل براد الشاي، براد الشاي انا سخنته واعطيته حرارة وسخنت المية اللي فيه لدرجة الغليان، وبعد هيك نقلته في غرفة مغلقة تماما، وجيت لبراد الشاي بعد ساعة لقيت البراد طبعا في حالة خلينا نقول في حالة انه بارد، انا قادرة ألمسه. ايش اللي صار؟ انه البراد فقد حرارة لانه حرارته كانت هاي انرجي او هاي تمبرتشر، كانت حرارته عالية. وانا لما اتكلم عن حرارة او انرجي انا برضو بتكلم عن ويفلينجز، هو في علاقة بين الانرجي وبين الويفلينجز، العلاقة علاقة عكسية. بيصير بالشكل التالي، انه هذا الجسم اعطى السراوندينج او المحيط الموجود فيه حرارة، واخد كمان والسراوندينج اخد من حرارته، هو فقد حرارة والسراوندينج اكتسب حرارة، فبيصير عندي حالة من حالات الإكوليبريم ستيت، حالة الاتزان الحراري. حالة الاتزان الحراري معناته ان الجسم قادر على كسب وفقد حرارة في نفس الوقت. تمام، لو جينا نشوف قديش ممكن هذه الاجسام تختلف الاطوال الموجية اللي بتبعثها او تمتصها. طبعا كل جسم بيمتص اطوال موجية وقادر على ايضا بعثها مره ثانيه، بسميه ايدل بلاك بودي، جسم اسود مثالي. لو عندي بريك وسخنته، خلينا نشوف ايش اللي حيحصل بالضبط. عندي
عندي بريك، هذا البريك عملت له ثيرمو دايناميك إكوليبريم وذ روم، يعني عملت له حالة اتزان حراري. أنا في الأول عملت تسخين لهذا البريك، ففي البداية أنا كنت يعني خلينا نقول إنه البريك لونها أحمر، سخناها لدرجة إنه حرارتها طلعت بشكل كبير جدا، فشفتها باللون الأحمر أعطتني visible region ضوء مرئي. هذه الحالة طبعا حيكون عندي السبيكترام so small، يعني العين الضوء بالنسبة للضوء الأطوال الموجية اللي في المدى اللون المرئي هي أطوال موجية صغيرة. بعد هيك أنا حطيته في غرفة، وغرفة مغلقة، جيت لقيته at the same temperature with room، لقيته بنفس درجة حرارة الغرفة. في هذه اللحظة بقول عنه thermodynamic equilibrium with room، في حالة اتزان حراري مع الغرفة، لأنه حرارته صارت بحرارة الغرفة، معناته هو فقد حرارة أعطاها للهواء المحيط للغرفة. طيب الآن أنا مش شايفاه ملون، أنا شايفة إنه الطوبة رجعت لوضعها الطبيعي. في هذه الحالة الضوء اللي إحنا مش قادرين نشوفه بعيننا هو ضوء عبارة عن infrared region، طبعاً not sensitive for eyes، هو غير حساس للعين، يعني العين ما بتقدر تشوفه الأشعة ولكن تحت الحمراء، ولكن تقدر تشعر فيها كإنسان. أيضاً هذا طبعا من الأمثلة على الثيرمودين. If an object is in a thermal equilibrium with surrounding, then it must be constantly absorbing and the same amount of energy that is emitted. معنى الكلام إنه الجسم اللي بيكون في حالة اتزان حراري مع الوسط نفس الكمية أو بمتص كمية ثابتة مساوية لمقدار الكمية اللي بيبعثها من الأشعة. وطبعا الأشعة اللي بتكون في حالة الاتزان الحراري اللي بيبعثها الجسم هي عبارة عن أشعة تحت حمراء لا يستطيع رؤيتها الإنسان. طبعا لو أنا سخنت البريك الآن لدرجة حرارة 500 كلفن ودرجة حرارة الغرفة 300 كلفن وحطيته في غرفة is dark، يعني غرفة مظلمة جدا، طبعا أنا سكرت باب الغرفة عن درجة حرارة 500 البريك أنا قادرة أشوفه وقادرة أشعر فيه وبحرارته، وبشعر إنه في عندي دفء ولو لمسته ممكن أتأثر. تمام، معنى الكلام إنه كمية أو شدة الحرارة اللي بيبعثها بتكون كبيرة جدا، أعلى من شدة الانفراد ريجون. بعد هيك عملت عملية انكريز للتمبرتشر، زودت درجة حرارة البريك، طبعا طول ما هي زايدة أنا مش طبعا بشوف البريك ملون. تمام، طبعا وصلت درجة حرارته لألف كلفن، ايش اللي بيحصل الان؟ انا بقدر اشوفه بلون احمر، يعني دوريد كولرز، يعني لون احمر قاني. بعد هيك زود درجة الحرارة اكتر واكتر حتى وصل الى 1700 كلفن، طبعا بعد الاحمر وصل للأورانج ريد كولرز، بعد هيك بصل ل 1700 كلفن، ممكن اشوفه وايت هوت كلر، صار لون البريك ابيض. كل مره كنت ارفع في درجه الحراره انا بشوف عمالي في الفيزبل ريجون، رفعته من 500 ل 1000 صار احمر، بعد هيك احمر قانع عند 1700 احمر على برتقالي، بعد هيك صار لونه ابيض بالكامل لما رفعته اكثر من 1700. كل مره برفع فيها درجه الحراره انا قادره اشوفه بلون مختلف، اذا هو في مجال الفيزيبل ريجون. في هذه الحالة ما دام العين قادرة تشوفه اذا هو ان ايكوليبريم ستيت، في حالة عدم الاتزان الحراري.
بعد هيك طبعا بقدر اقول انه الجسم اللي بيبقى في حالة الجسم اللي بيبعث طبعا بتكون حرارته عالية جدا طول ما انا قادر اشوفه في حالة عدم اتزان حراري. بعد هيك طبعا اجوا العلماء وقالوا بدنا نفسر هذه الظاهرة كيف انه جسم ترتفع درجة حرارته بعد فترة بتنزل. لو انا شلت المؤثر الحراري او التسخين اللي انا حطه تحت البريك بلاقي انه حرارته بتنزل. وين راحت هذه الحرارة؟ بيقول لي انه الجسم طبعا بتأثر بالمحيط بالسرابنج الموجود فيه فبيفقد حرارة وبيكتسب. هو جسم اللي طبعا درجة حرارته عالية بيفقد حرارة بيعطيها للوسط، في نفس الوقت الوسط بيكتسب حرارة، فهذا بسموه حالة الإيكوليبريم ستيت، حالة الاتزان الحراري. طبعا في علاقة بين البلاك بودي وبين الألوان الموجية اللي كنا نشوفها، وطبعا كل لون بيعبر لي عن طول موجي لها علاقة بالتمبرتشر درجة الحرارة والإنرجي هي عبارة عن طاقة. العلاقة بينهم علاقة طردية. الجسم اللي بيكتسب حرارة وبيفقد حرارة في نفس الوقت بسميه ايدل بلاك بودي راديشن. الآن نشوف علاقة تفسر لي البلاك بودي إميشن راديشن اللي هي الأطول الموجية اللي بيبعثها الجسم الأسود. لو كان عندي هنا ويف لينكس طول موجي بوحدة النانومتر، وعندي هنا الانتنسيتي او خلينا نقول وحدة شدة الضوء الساقط الانتنسيتي، وبدي ارسم علاقة بينهم. الان لو فرضت انه هنا عندي 200 كلفن، 200 طبعا نانومتر، 400 600 800 1000 1200 1400. وجيت رسمت اول منحنى بيبدا ال 200 بيكون من اعلى ما يمكن عند ال 600 وببدأ يصل عن درجة حرارة تقريبا 5000 كلفن. بعد هيك رفعنا درجة الحرارة شوية، طبعا درجة الحرارة حتكون هنا 7000 كلفن. سمي هذه تي 1، سمي هذه تي 2. بدنا نلاحظ شغلة معينة هنا، انه عند درجة حرارة 700-7000 كلفن كانت الطول الموجة تقريبا 200 at t equal 7000 كلفن. لمدة قديش كانت؟ 200 تقريبا نانومتر. بس عند t2 5000 كلفن كانت طول الموجة قديش؟ تقريبا 600 نانو متر. ملاحظين انه درجة حرارة تي 1 اكبر من تي 2، بس لمدة 1 اقل من لمدة 2. اذا العلاقة بين لمدة والتمبرتشر علاقة عكسية، تمام؟ العلاقة عكسية. الطول الموجي اللي بيبعث الشعاع بيعتمد على الانتنسيتي في وحدة الأطوال، تمام؟ علاقته عكسية بدرجة الحرارة، كل ما زادت درجة الحرارة كل ما قل الطول الموجي. الآن إجا العالم بلاك وحط علاقة بين الانتنسيتي بير يونت لينكس في طبعا الشدة في وحدة الأطوال وعلاقتها بالتمبرتشر. العلاقة بالشكل التالي، مش مطلوب منا حفظها ولكن مطلوب منا نفهم قوانينها.
الانتنسيتي بير يونت لينث، يعني الانتنسيتي الداله في الطول الموجي تساوي 2 باي اللي هي ثابت 22 على 7 او 3.14 في ثابت بلانك في سرعه الضوء التربيع. طبعا حتى الان احنا بنتكلم عن ثوابت في لامدا اس 5 في داله الاكسبوننشال، بفتح قوس ثابت بلانك في سرعه الضوء في لامدا في بولتزمان كونستانت في تي تمبرتشر ماينس 1 وبسكر القوس. تمام ماينس 1 تمام. هذه العلاقة مطلوب مني افهم قوانينها. التي بتمثل طبعا التمبريتشر باي كلفن، تي درجة الحرارة بالكلفن، بالابسوليوت ميجر اوف تمبريتشر. سي سرعة الضوء، مقدار ثابت يساوي 3 في 10 اس 8 متر على الثانية ثوابت. اتش عبارة عن ثابت بلانك، بلانك كونستانت 6.626 في 10 اس ناقص 34 جول في سكند، ووحدة القياس مهمة جدا. بولتزمان كونستانت برمز برنامج كي بيساوي 1.38، مش مطلوب مني احفظه، مطلوب مني فقط افهم كيف اطبق في ناقص 23 جول على كلفن، لكن وحدة قياسه مهمة جدا. طبعا اتش عبارة عن ثابت بلانك، اي اللي هي الاكسبوننشال فانكشن، اي اس اكس بدل اكس، عين اللي هي اتش في سي في لامدا في كي تي ناقص. تمام، هذا بالنسبة للبلانك لعلاقة ماكسويل اللي هي علاقة بين الانتنسيتي بيرونت لينكس وبين التمبرتشر. الآن نشوف الأينشتاين ريليشن. الآن العلماء بدهم يفسروا الجسم الأسود. هو جسم إذا سقطت عليه الأشعة يمتصها كاملة ويبعثها في نفس الوقت ولا يسمح بانعكاسها. تمام، الجسم الأسود طبعا شبهوه بالصندوق، فتحة في جنبه أو في أحد جوانبه، إذا دخل شعاع يرتد في جميع الأسطح الداخلية أو ينعكس في جميع الأسطح الداخلية ويرتد، ثم يمتص الشعاع كاملة ولا يسمح بإنعكاسه مرة أخرى، يعني يمتص الأشعة الساقطة عليه كليا. الجسم الأسود المثالي هو جسم يمتص الأشعة كافة ويبعث أشعة في نفس اللحظة. الآن بالنسبة للعالم ألبرت أينشتاين، أجا بده يفسر إشعاع الجسم الأسود وفسره على أساس إنه عندي عدد من كميات الطاقة، سماه الباكيت أوف إنرجي. شو هو الباكيت أوف إنرجي؟ اللي هو الفوتون. زمان كنا نحكي انه الموجة عبارة عن طاقة او جسم بيمشي مع الموجة، بدنا نتخيله هذا الجسم اسمه فوتون. تمام، فالعلاقة اللي حطها ألبرت أينشتاين قال لي طاقة الفوتون الاي او فوتون بتساوي اتش في سي على طبعا اتش ثابت بلانك، سي سرعة الضوء سبيد اوف لايت، لامدا اللي هي الويف لينكس، وسي تساوي لامدا في الفريكوانسي في اف الفريكوانسي، لامدا اللي هي الويف لينكس، وسي السبيد اوف لايت، وقلنا سرعه الضوء بتكون اكبر ما يمكن في الفرق، ومنها الانرجي بتساوي اتش في الفريكوانسي. تمام، لانه الفريكوانسي من هذه ايش سوا سي علم. تمام، هذه هي البلانك ايكويشن او فرضيه البلانك. قال انه الجسم تسقط عليه طاقه او موجات هي عباره عن كميات من الطاقه، او بسميها كوانتا اوف لايت او باكيت اوف انرجي او فوتون، قيمتها طاقتها بتساوي اتش في الفريكوانسي او اتش في سي علم. هذه بسميها الأينشتاين ريليشن، هذه العلاقة
بسميها اينشتاين ريليشن. طبعا لو اجاني السؤال في الامتحان شو هي الاينشتاين ريليشن، هاي اي بتساوي اتش في سي على لامدا او اي بتساوي اتش في الفريكوينسي. نيجي الان لتفسير عالم اخر اللي هي تفسير العالم وينز. بسميه قانونه displacement law. طبعا هذا التفسير الاول، هذا التفسير الثاني. displacement law بيقول لي انه في علاقة بين التمبريتشر والويف لينكس، انه التمبريتشر علاقته شو هي زي ما شفنا المنحنى السابق، علاقة عكسية، كل ما بيزيد الويف لينكس بيقل التمبريتشر، او كل ما بيزيد التمبريتشر بيقل الويف لينكس. بقول لي اكبر طول موجة ممكن احصل عليه عند اقصى درجة حرارة. اذا عشان هيك بقول عنه displaced، لانه في عندي الويف لينكس بتكون اكبر قيمة لها عند اقصى درجة حرارة، لانه كانه بيقول لي تشينج ذا فاليو اوف لامدا ماكس تشينج اور displaced. تمام. عشان افك اي تناسب بحتاج الى ايش؟ بحتاج الى ثابت لامدا ماكس في التمبريتشر بتساوي بي. بي هو عبارة عن وينز كونستانت، قديش قيمته؟ قيمته 0.0029 كلفن في متر، يعني 29 من 10,000 كلفن في متر. طبعا العلاقة inversely proportional، العلاقة بين temperature والويف لينكس او لامدا ماكس انفيرسلي بروبورشنال. الان نيجي للتفسير الثالث. التفسير الثالث اللي هو تفسير ستيفن بولتزمان. نشوف الان ذا ستيفن بولتزمان لو. قانون بولتزمان شو هي العلاقة؟ طبعا العلاقة بين التوتال انتنسيتي او الشدة الكاملة اللي بيبعثها الشعاع وبين التمبرتشر. بيقول لي تي او الاي توتال تتناسب طرديا مع الفيرست باور او الفورس باور اوف تمبرتشر، مع القوة الرابعة عالي درجة الحرارة. طبعا عشان افك التناسب ايش بحتاج؟ بحتاج لثابت. شفت كل الامور يعني احنا بناخذها بكل سهوله. اي توتال بتساوي سيجما في تي اس 4. طبعا سيجما هذا ثابت بولتزمان، بسميه بولتزمان كونستانت، وله قيمه ثابته مش مطلوب مني احفظها، لكن مطلوب مني اعرف وحده قياسها كويس. ستيفن بولتزمان كونستانت سيجما بتساوي 5.67 × 10^8 وات على متر تربيع في كلفن اس 4. من وين اجى هذا الكلام؟ طبعا بيقول لي انه الشده الكليه تتناسب مع التوتال انرجي اللي بيبعثها الجسم الأسود، تتناسب عكسيا مع الاريا او مساحة السيرفيس اريا لهذا الجسم الأسود. ايه السيرفيس اريا؟ وتتناسب عكسيا ايضا مع الفترة الزمنية اللي بيتم فيها الانبعاث التايم اوف emission، زمن الانبعاث. تمام. اذا القانون بيصير بالشكل التالي: اي توتال تساوي اي توتال على اي ضد تي تساوي سيجما في تي
بس أربعة تمام. كمان شغلة تانية بيضيفوها فور ايدل بلاك بودي، طبعا بتكون الانتنسيتي بتتناسب توتال، طبعا بتتناسب مع الامسيفيتي النفاذية لهذا الجسم. طبعا الايدل بلاك بودي الامسيفيتي تبعته واحد زي الشمس زي الارض زي القمر زي جسم الانسان، لانه ببعث اشعه وبيمتصها في نفس الوقت، بسميه ايدل بلاك بودي. النفاذيه تبعته واحد صحيح، ملهاش وحده قياس. لكن اي معدن اي جسم اخر هو نوت ايدل بلاك بودي، له نفاذيه خاصه فيه، وكل ماده لها نفاذيه لانه تعتبر هذه خاصيه يعني مميزه لكل ماده. ناخذ مثال ونطبق الان على المعلومات اللي حصلنا عليها او تفسيرات العلماء الثلاث. عنا ثلاث تفسيرات للعلماء. ألبرت أينشتاين قال لي إنه الطاقة اللي بتسقط على الجسم وبيمتصها أو بيعصى الجسم عبارة عن باكيت إنرجي، سميناها الإنرجي أوف فوتون. وينز قال لي في علاقة عكسية بين اللامدا ماكس أو أكبر طول موجة بيبعصى الجسم وبين التمبريتشر، وعرفنا من خلاله ثابت وينز. ستيفن بولتزمان قال لي في علاقة بين التوتال إنتنسيتي وبين التمبريتشر، وقلنا علاقة طردية طبعا بين القوة الرابعة درجة الحرارة، شفتوا الحرارة قديش عالية تبعت الجسم، وبين التوتال انتنسيتي. وفي علاقة طبعا بين التوتال انرجي والمساحة سطح الجسم الأسود والتايم فترة زمنية اللي بيبعث فيها الشعاع والتوتال انتنسيتي. ناخذ الآن مثال توضيحي على الجسم الأسود. بيقول لي the sun radiates like black body، الشمس بتبعث اشعة زي الجسم الاسود، of radiate 7 في 10 اس 8 متر at temperature about 500 كلفن، يعني هي بتبعث الاشعة بتصلنا الاشعة على سطح الارض. او طبعا the sun radiates like black body of radius، الشمس نصف قطر الشمس خلينا نسميه r sun بيساوي 7 في 10 اس 8 متر تمام. At temperature about 5000 كلفن، درجة حرارة الشمس T of sun 5000 كلفن تمام. The earth has radius about، والارض بتبعد عن الشمس في هذه المسافة، خلينا نقول الراديوس of earth RE يساوي نصف قطر الارض 6.4 في 10 أس 6 متر. طبعا هذه يا جماعة ثوابت، نصف قطر الشمس ونصف قطر الأرض تم حسابها. And distance about، وتبعد الأرض عن الشمس من المركز للمركز دي اير صن، مسافة مقدارها 1.5 في 10 في 11 متر تمام. الآن المعطيات هذه اللي عطيني إياها طالب مني أول حاجة التالي. ايه؟ At what wavelengths the sun's emission the storage to what color does this correspond؟ بقول لي قديش الطول الموج اللي بتبعثه او اكبر طول موجي بتبعثه الشمس؟ سهلة جدا، احنا عنا بده اكبر طول موجي بتبقى at what wavelength the sun emission of strongest، يعني بده لامدا ماكس. عطيني التمبريتشر، عطيني راديوس، في علاقة بين temperature of sun وبين اللامدا ماكس، هو بده لامدا ماكس للصن. فالعلاقة بتقول لي وينز كونستانت بي بيساوي تي في لامدا ماكس، ومنها لامدا ماكس بتساوي بي على تي. بي ثابت وينز، ثابت وينز قديش يا جماعة؟ طبعا ثابت وينز بيساوي 0.0029 على تي اوف صن قديش؟ 5000 كلمة. فبطلع عندي لامدا ماكس تقريبا 5.8 في 10 اس 7 متر. طبعا
580 تقريبا نانومتر تقريبا هالرينج اليلو لايت، واللي بعدين حدد لونه. طبعا هذا فيزبل ريجون في مدى اللون الاصفر. الان المطلوب بي بيقول لي هاو ماتش انرجي از راديت باي ذا سن ات اول ويفلينكس ايتش سكند. التي عطيني اياه 1 سكند، بيقول لي قديش كميه الطاقه اللي بتبعثها الاطوال الموجيه، بتبعثها الشمس لكل الاطوال الموجيه، يعني الشمس بتبعث في جميع الاتجاهات، صح ولا لا؟ In all direction. فهو بده هاو ماتش انرجي، قديش كميه الطاقه اللي بتبعثها الشمس. طبعا عطيني بيقول لي ات 1 سكند. اول حاجه التوتال سيرف، اول الشمس بتبعث من كل اسطح، هي شكلها تقريبا شكل كرب. التوتال سيرفيس اريا للبلاك بودي هو ايه؟ تمام، لو فرضت انه الشمس عباره عن شكل كروي، قديش مساحه هذه الكره او تمام مساحتها تقريبا 4 باي ار تربيع. لو اعتبرت انه السيرفيس اعتبرناها شكل كروي سفيريكال سفيريكال شكلها كروي الشمس، فحتكون مساحتها اللي بتبعث من خلالها مساحة سطح الكرة 4 باي ار تربيع. فنوجد الان الاريا اوف سن، عشان طبعا ليش انا بدي مساحة الكرة؟ هو بده التوتال انرجي. اي توتال وين موجودة؟ اي توتال موجودة في العلاقة اي توتال تساوي اي توتال على الاريا في الطاقة. تمام، بده المساحة تساوي سيجما في تي اس 4. خلينا لو حطينا كمان النفاذية لأن نفاذيتها واحد، فالاي توتال من هذه العلاقة، احنا ما عندنا انتنسيتي مش حنقدر نستخدم هذه العلاقة بس، فاي توتال تساوي انقلي الاريا والتايم هنا اضرب طرفين في وسطين سيجما في اي في تي اس 4 في اي في تي اللي هو التايم. سيجما ستيفن بولتزمان كونستانت اللي هو 5.67 في 10 اس ناقص 8 اللي هي سيجما. اي نفاذية قلنا الشمس عبارة عن ايضا البلاك بودي نفاذيته واحد. درجة حرارة الشمس 5004. الاريا اوف سن هاي من العلاقة هذه 4 باي ار سن تربيع. لو اوجدناها هنا معلش 4 باي طبعا باي ثابت اللي هي 3.14 و 22 على 7 في الريدس اوف سن قديش؟ 7 في 10 اس 8 الكل تربيع، وبنعوض فيها الاريا 4 باي في 7 في 10 اس 8 الكل تربيع. في ايش كمان؟ في التايم اللي هي 1 سكند. طبعا لو حسبناها بتطلع معايا 2.18 في 10 اس 26 جول. هذه مقدار الطاقة اللي تم اللي بتنبعثها الشمس لجميع الأطوال الموجية. المطلوب الثالث بيقول لي the radiant energy leaving the sun moves out equally in all directions. طبعا الطاقة اللي بتطلع من الشمس بتتوزع في جميع الاتجاهات. What is the intensity of sun's radiation when it's reached the earth's distance from the sun? الآن لازم تكون very very careful. ليش؟ لأنه الأريا اللي بتستقبل بقول لي قديش كمية الشدة اللي تبعثها الشمس when it reaches earth's distance from the sun، يعني قديش كمية الشدة في المسافة المحصورة ما بين مركز الشمس ومدار الأرض، والمسافة المحصورة بين الأرض والشمس في جميع الاتجاهات in all direction. فبدنا ننتبه للمسافة
او المنطقه اللي بتبعث فيها او بدي احسب فيها الشده. فاول حاجه بدي اعملها احدد المساحه اللي انا بدي احسب فيها الشده تبعتي. اللي بدي احسب فيها الشده اللي هي من مركز الارض وفي الكره اللي بتحيط في الشمس او على مدار الارض في جميع الاتجاهات. هذا المنطقه بدي احسب التوتال انتنسيتي. اي بتساوي يعني كاني بدي اوجد الاي للايرث، الشده اللي بتصل للارض، تمام، وبتكون في جميع الاتجاهات. اول حاجه اي بتساوي الاي للايرث بتساوي اي توتال شده طاقه الشمس الكليه على الاريا في الطن. بس هنا الاريا مختلفه، طبعا احنا حسبنا الطاقه الكليه اللي تبعثها الشمس، لكن بدي الشده المحصوره ما بين مركز الشمس ومركز الارض في جميع الاتجاهات. الان المساحه هذه عباره عن كره نصف قطرها، او خلينا نقول قطر نصف قطرها، تمام، هو عباره عن المسافه بين الارض والشمس، الديستنس بتوين ايرث اند سن. فالاريا تبعتي هنا حتكون 4 باي والراديوس الديستنس بتوين ايرث وصن تربيع، تمام، 4 باي. قديش المسافه قلنا بين الارض والشمس؟ نرجع نشوف المسافه، المسافة تقريبا 1.5 في 10^11 الكل تربيع، تمام. اجي اعوض ارجع، طبعا ما دام انا جبت الاي توتال جبناها في 1 سكند بدي اعوض عن التايم بال 1 سكند. اذا الاي فور ايرث الشتة اللي بتصل للارض وطلعت من الشمس في جميع الاتجاهات، the intensity of sun's radiate at the earth's position بتساوي E total قديش طلعناها في المطلوب السابق، كانت معانا 2.18 في 10^26، تمام، على الاريا اللي هي المساحة ما بين الارض والشمس تقريبا 6.16 في 10^18 في التايم اللي هو 1، فبتطلع معايا 770 وات على متر تربيع. المطلوب دي، طبعا هذا المطلوب سي، المطلوب دي الان طالب مني how much of sun's radiate energy at all wavelengths is incident per second on the earth's surface. الان قديش كمية اشعاع الشمس لكل الاطوال الموجية اللي بتصطدم في سطح على بسطح الارض لكل ثانية، تمام. احنا طلعنا الشده اللي بتصل الارض وجبنا مقدارها. طبعا الان انا بدي فور اني انرجي لكل الطاقه والاريا اللي عندها حتكون مختلفه، اللي هي مساحه سطح الارض المواجه للشمس. احنا سابقا طلعنا الاي توتال للارض، فالان انا بدي اوجد قديش كمية السؤال تاني، معلش، how much of sun radiated energy at all wavelengths. بدي E total، E total للارض كمية الطاقة الكلية اللي بتصل للارض لسطح الارض، تمام. طبعا كمية الطاقة اللي بتطلع من الشمس وبتصطدم في الأرض، فالشدة الكلية اللي كانت تصل الأرض هيها، طبعا في علاقة الـ I Earth بتساوي A total للـ Earth
على الاريا في الطن. بختلف معايا هنا الاريا. نرجع شويه نرسم علاقه. طبعا هي اشعه الشمس في جميع الاتجاهات بس عشان نفهمها، وهذا المدار الموجود عليه الارض. لو فرضت الارض موجوده هنا، هذا الاير، تمام، هذه هي الاير، واشعه الشمس مواجهه لها. هذا هو السطح اللي حيكون مواجه للشمس وحيمتص الاشعه، حيكون تماما شبيه بسطح الدائره. كأننا بنقول الهالف دولار، زي الريدس اوف هالف دولار، يعني كانه الكره صارت بينج بونج بول، يعني انطبقت، صارت كانها قرص واحد. تمام، الان نشوف الاي توتال تساوي، طبعا الطاقه الكليه اللي بتصل للايرث، اي توتال اوف ايرث بتساوي الانتنسيتي اللي بتصل للايرث في الاريا في الطن. الان الاريا، الاريا هي عباره عن مساحه سطح باي ار تربيع، اللي هي مساحه البولز اللي او السيركل الدائره، كانه كلها صارت سطح دائره هو اللي بيواجه للشمس. تمام، فهي باي في ار قديش؟ نصف قطر الارض، 6.4 في 10 اس 6 الكل تربيع. هذه هي المساحه اللي انا اللي بتصل فيها اشعه الشمس او تصطدم فيها اشعه الشمس. الان الانتنسيتي او الاي توتال عوض تساوي الانتنسيتي اللي طلعناها في مطلوب سي اللي هي 770 وات على متر تربيع في الاريا اللي هي تطلع معي تقريبا 1.3 × 10 × 14 متر تربيع، 1.3 × 10 × 14 متر تربيع في التايم اللي هي 1، وتطلع معي تقريبا 9.9 × 10 × 16 جول. هذه التوتال انرجي ريموفد فروم سانز رادييتد ديو تو بريسيشن اوف ايرث، الطاقه الكليه اللي بتصل الى سطح الارض وبتكون مواجهه ووصلانا من الشمس. مطلوب اف، مطلوب اف اللي متبع معانا اللي جبناها في مطلوب ايه، اف اول انرجي اند بارت دي، الطاقه الكليه اللي في مطلوب دي طلعناها اعتبرناها انها الكتروماجنتيك راديشن مساوية للطاقة اللي طلعناها في مطلوب A، يعني اعتبرنا انه الاطوال الموجية، الطاقة اللي طلعناها في مطلوب D او طاقة الاطوال الموجية اللي بتصل للارض هي ناتجة عن الاطوال الموجية اللي طلعناها في مطلوب A. فبقول لي How many photons of light would be incident on the Earth's surface each second due to the sun's radiation؟ قديش كمية أو عدد الفوتونات اللي بتصل، الـ number of photons اللي بصل للأرض نتيجة انبعاث الأشعة من الشمس في الثانية الواحدة؟ نرجع لمطلوب ايه، احنا من مطلوب ايه طلعنا لمدة ايش بتساوي؟ 5.8 × 10⁻¹⁷، هذه لمدة ماكس فروم ايه، مطلوب ايه من السؤال. بعد هيك من مطلوب دي احنا طلعنا الاي توتال اوف ايرث اللي متبع معانا، طلعناها تقريبا 7. نرجع لمطلوب دي، معلش، اي كانت 9.9 × 10⁻¹ جول. اذا بقول لي اعتبري انه الطاقه هذه ناتجه عن الاطوال الموجيه هذه، قديش عدد الفوتونات؟ طيب احنا في علاقه بين عدد الفوتونات وبين الطاقه الكليه، النمبر اوف فوتونز بيساوي الاي توتال الطاقه الكليه على طاقه الفوتون الواحد،
تمام. الاي توتال طبعا اوف ايرث، الاشعه الطاقه الكليه اللي واصله نتيجه الاشعاعات على طاقه الفوتون الواحد. الان انا بدي احسب النمبر اوف فوتونز، تمام. عندي طاقه كليه وعندي طول موجي، لكن ما عندي طاقه الفوتون. فطاقة الفوتون احنا اخذناها من الاينشتاين ريليشن، من الباكيت اوف انرجي. ايش كانت بتساوي؟ الاي اوف فوتونز بتساوي اتش في سي على لندا. اتش هو عبارة عن ثابت بلانك، سي عبارة عن سرعة الضوء، لندا اللي هو الويف لينكس المطلوبة، تمام. فا اتش ثابت بلانك قديش قيمته؟ قيمته 6.6216 × 34 جول في سكند، واكدنا نحفظ وحده قياسه. السبيد اوف لايت ان فاكيوم 3.10⁸ متر على الثانيه. لاندا طلعناها في المطلوب الاول 5.8×10⁷ متر، تمام. اذا الاي للفوتون قديش بتطلع قيمتها؟ 3.43×10⁻¹ جول. إذا بقدر أطلع النمبر أوف فوتونز بكل سهولة. قديش الإي توتال؟ 9.9×10⁻¹ جول من مطلوب دين. الإي للفوتون هيها طلعناها 3.43×10⁻¹، ومنها النمبر أوف فوتونز بيساوي 2.9×10⁵. طبعا ملوش وحدة قياس لأنه عدد، عدد الفوتونات اللي بتصل للأرض في الثانية الواحدة 2.9×10⁵. عدد مهول جدا، تمام. هيك أول تطبيق على الجسم الأسود المثالي اللي هو الشمس والأرض، إشعاع الشمس اللي بينبعث وبتمتصه الأرض. الآن في مثال جديد، تطبيق على الجسم الأسود. عندي التنجستون فايلمنت، شريط من التنجستون، ان 100 وات لايت، الباور تبعته في 100 وات، لايت بولب هاز ان اريا، طبعا بيطلع اشعاعات من مساحه تقريبا 26×100 سنتيمتر مربع. ريتش تمبريتشر، بتصل درجه حرارته تقريبا، التمبريتشر بتساوي 3430 سيليزياس. assume that all meat what goes into radiant energy، اعتبر انه هذه الميت وات كلها بتصل لحراره عاليه. find the emissivity، بدنا نوجد اي اوف تنجستون فايلمنت، تمام. اول حاجه هو عطيني الباور، عطيني الاريا، عطيني التمبريتشر. ملاحظين ان التمبريتشر بوحده قياس السيليزيوس، تمام، وعطيني باور، لكن في علاقه بين الباور والانرجي. احنا هو طالب الامسيفتي، الامسيفتي الاي توتال، اكتب الاول ايش القانون، اي توتال وين قانونها؟ في الاريا في التي تساوي سيجما في الامسيفتي في تي اس 4. طبعا درجه الحراره هنا لازم تكون بكلفن، ثابت بولتزمان كونستانت. الامسيفتي اللي احنا عايزينها بده ايانا نحسبها. الاي توتال الطاقه في الها علاقه بالباور، الوات يعادل جول على سكند، وبالتالي الباور تساوي انرجي على تايم، تمام. الوات يعادل جول على سكند، ومنها الباور تساوي الانرجي على التايم، ومنها الانرجي اللي انا عايزاها في قانوني تساوي الباور في التايم. وهو قال في بدايه السؤال اعتبري انه درجه يعني كل الاشعه هذه تنبعث goes into radiant energy، تمام. نعتبر التايم 1 سكند، تمام. خلينا الآن أوجدنا العلاقة بين الباور والتايم. طبعا بلزمنيش حتى إني أعرف التايم.
الان بدي التمبريتشر. التمبريتشر عاطيني اياها بالسليزياس، فاحنا عارفين انه درجة الحرارة في علاقة بين الكلفن يساوي سليزياس زائد 273 زائد 203 او 300، تمام، زائد 200 اللي هو صفر الكلفن. الآن بدنا نوجد 270 صفر الكلفن. الآن بدنا نوجد حول من سليزة زائد 270، بطلع عندي 3700 كلفن درجة الحرارة. فالآن بس بدي أعمل تغيير بسيط في القانون. احنا نحسب الامسيفيتي والاي توتال موجوده عندنا، عرفناها الاي توتال اي على تي اللي هي الباور، فبصير القانون عندي الباور على اي يساوي سيجما في اي في تي اس 4، ومنها الامسيفيتي بتساوي بي في سيجما في تي اس 4 في اي. تمام، الان نعوض تعويض مباشر. الامسيفيتي بتساوي الباور 100 وات سيجما اللي هي ثابت ستيفن بولتزمان كونستانت، وقيمته تعادل 5 بونت. نجيبه بس شويه، هو ثابت مش مطلوب منا نحفظه. ثابت ستيفن بولتزمان في تي اس 4 3700 اس 4 في الاريا اللي هي مساحه السطح بوينت 26% في 10 اس 4 عشان احول لمتر. وبهيك طبعا بنكون انهينا حلنا. ستيفن بولتزمان 5.65 10 أس. المهم بتجيبوه بتعوضوا فيه، بيطلع عنا الام 7 تقريبا تساوي 36%. خمسة بوينت ستة سبعة ستة في 10 أس ناقص 8 ستيفن بولتزمان كونستانت. طبعا هو بيكون معطى معانا في درجة الحرارة 3700 كلفن أس 4 في المساحة اللي عطيني اياها 26 في 10 ناقص 4، فالإمسيفيتي بتساوي 36. طبعا الإمسيفيتي ما إلها وحدة قياس. تمام، هيك بنكون انهينا كل تطبيقات الجسم الأسود.